الحلقات ال 12 من المسلسلات الكوميدية والاجتماعية في دراما رمضان كان ليها أحداث مشوقة، خصوصا في الجزء الثامن من الكبير ومسلسل بابا جه للفنان أكرم حسني وإمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي. خلونا نشوف مع بعض أهم أحداث حلقات امبارح. الحلقات ال 12 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية شهدت أحداث مشوقة. نبدأ بالكبير قوي الجزء الثامن. شهدت الحلقة جلوس الكبير مع أولاده في درس اللغة الفرنسية للمدرسة جورجيت، وبيتغزل الكبير في جمال مدام جورجيت، وهنا بتسمعه مربوحة وبتدخل تزعق لهم. وهددت مربوحة الكبير بإنها تقتل المدرسة، وكل الأدلة هتدينه لو ما سمعش كلامها. طب أنا بحبك يا كبير. أنا كده فهمت، هقول أنا. لا أنا عايز أعملها إيه؟ لا هقول أنا. ما تقولهاش. هثبت لك إني شاطر في الفرنساوي. أنا السورس. أنت حني. أنت أصلاً امتحان من ربنا. هنقول جو تام الكبير. ولو عايزين نقول بحبك قوي يا كبير، هنقول إيه؟ هنقول إيه؟ هنقول جو تام بوكو الكبير. بوكو جرعت أبوكو. كشفت الحلقة ال 12 من مسلسل بابا جي بطولة النجم أكرم حسني مواجهة جديدة جمعته مع النجمة نسرين أمين أو ولاء اللي كانت بتحاول البحث عن تورطه وكذبه. وكشفت الحلقة كمان تمكن هشام من استرجاع ابن لميا بعد ما عرف إن اللي خطفه هو جوزها القديم. هاي جوجو، في حاجة؟ أيوة يا بابا، أنا عند خالي أشرف. ليه؟ أول ما أنت نزلت مو نزلت وراك على طول، وخالي أشرف جه خدني من البيت. وماما ما قالتش رايحة فين؟ لا، ولما سألت خالي أشرف قال إن هي نزلت تدور على شغل عشان أنت مالكش لازم. ده خالي أشرف اللي بيقول، مش أنت يا جودي صح؟ أيوة طبعا، أنت بقيت صاحبي وبتعمل لي شعرية باللبن وبتقولي على كل أسرارك. شطورة. طب حبيبتي بصي، عايزك تفتحي عينيكي وأي معلومة تعرفيها بلغيني بيها. حاضر. سلام. سلام. شهدت أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة ال 12 عودة عمر لجده يحيى الفغراني بعد ما أغمى عليه ودخل المستشفى، وهنا بيجي عمر وبيتكلم معاه وبتطلب منه حنان يوسف إنه يفضل معاهم في البيت، وبيرد عليها إنه هيصلح أموره أولاً وبعد كده هيرجع البيت. حقك عليا، معلش، بس من هنا ورايح أنا هفضل جنبك لغاية ما زهقك. بس أنت قول لي مين العيال دول اللي كانوا معاك؟ دول مش عيال، دول أرجل من الرجالة. تصور يا عمر، ما سابونيش من ساعة ما وقعت واتصلوا بيك وخدوني المستشفى، فضلوا قاعدين لغاية ما جابوني هنا لحد باب البيت. ربنا يخليهم لك. نفسي قبل ما أسيبكوا أطمن عليك أنت وأختك. إيه الدراما دي بس؟ في إيه يا جدو؟ ربنا يطول في عمرك. في الحلقة ال 12 من مسلسل كامل العدد بلس 1 غزلت الدكتورة ملك الدكتور أحمد وهم في الغردقة وطلبت منه الغداء على مركب، وحدث بينهم وصلة مغازلة وأكدت لها بأنه دكتور كول خلاف الدكاترة اللي معاهم. أمال إيه اللي بيفرق يا ست ملك؟ يفرق إن أنا أبقى مع شخص مبهورة بيه وشخصيته، عنده كاريزما كده وبثق فيه وفي رأيه، مطمنة طول الوقت وأنا معاه. غالبا بقى ده مش هيبقى مناسب خالص، بس عادي يعني، ممكن شخص يبقى مبسوط بمجرد ان هو يبقى جنب الشخص اللي بيحبه من غير ما يبقى مستني منه اي حاجه. خلي بالك انت عادي جدا ممكن قدام تندمي. احنا فين وقدام فين؟ ما عارف بكره في ايه. صح، عندك حق. شهدت أحداث الحلقة ال 12 من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج محاولة رندا الاتصال بعلي وقالت له على خبر حملها علشان يشوفوا حل، لكنه ما ردش عليها، فبعد ما حصل على المليون جنيه من أمها كفدية قرر يتهرب منها وما يردش عليها. أنا حامل. حامل؟ حامل. يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار أبيض، مبروك يا حبيبتي، مبروك يا ألف نهار أبيض. تصدقي فرحت لك، انت هتبقي ماما بنت. ويا ترى بقى اللي جاي في الطريق ده واد ولا بنت؟ عارفه لو جبتي بنت وما سميتيهاش صدفه انا هزعل منك قوي ومش هدخلك الفصل تاني. حامل 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 يا معفنه يا رخيصه. بصي هنا، حامل من مين؟
من الوقت اللي انت كنت هربانه معاه وما بيردش عليكي. يا بس ما تبطعنيش والنبي ما تبطعنيش.